كل كام سنة بنتكلم في نفس النقاش، اشتري كونسول ولا اشتري بي سي؟ كل كام سنة لازم نكرر نفس السيناريو مع كل جيل جديد. ده طبعا ان لم يكن في تجميعة سعرها غالي شويتين وتلاقي حد بيقولك يا عم بلا وجع قلب انا اجيب كونسول واشتري نفسي واشتري دماغي وحريتي. نفس السيناريو لنفس الناس، منهم اللي مستني ان منصته تبقى احسن عشان ياخد الفيديو ده كوبي بيست ويبعته ويقول لهم بص شوف في بيعمل ايه، انا منصتي احسن، انا احسن، انا الطب وانت التقليد، عشان انا قلت كده وعدت وزدت. كل واحد فيهم شايف نفسه احسن من التاني من باب الانتماء للمنصة وخلاص، وده الحقيقة حق مكفول ليه عشان حرية الرأي وما الى ذلك، زي يعني ما مكفول لينا حرية الرأي برضو، فاحنا مكفول لينا حق المقارنة والاجابة على سؤال كل سنة وكل جيل بس بنسخة 2021 مش 2020. نزل في 2020 بس يعني معلش يعني زي السنة بقى دي طهور انا دست على وش كل الناس. سبب ان النقاشات دي بدأت ترجع مرة تانية هو زي ما قلت في البداية اصدار الجيل التاسع من اجهزة الكونسول بشكل عام. ده الجيل التاسع يعتبر، خصوصا وان اجهزة الكونسول الجديدة بدأت تك شويه بالبي سي من حيث الاداء والحداثه، وهناك بعض الاراء ان الاجيال دي بتقدم طفره وقفزه عن الاجيال اللي فاتت دلوقتي، ولكن هنالك من حب ينكد عليهم ويعمل جيل جديد تقريبا بيقدم ضعف الاداء، وده بان في اصدار الكروت الجديده في كروت الشاشه. يعني فانت عامل معاهم السليمه. انا في الحقيقه جربت كروت كتيره جدا من الجيل الجديد وقلت خلاص فيها كلمتي يعني مش هنعيب بقى تاني، وكمان قدرنا نجرب منصه البي اس 5 والتطور اللي قدرت فعلا تقدمه، واللي في الحقيقه مقارنه بالبي PS4 و3 بتقدم تجربة مميزة من نوعها وتقدر تنافس أجهزة البي سي. بس يا ترى يا هل ترى إن رأيت وارتأيت هتبقى الأسباب دي كافية إنها تخليك تغير رأيك وتسيب البي سي ماستر ريس وتروح تشتري جهاز كونسول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكونسول ما هو إلا أداة لممارسة الألعاب والترفيه فقط لا غير، يعني من الآخر كده لو ناوي تعمل أي حاجة تاني غير اللعب مش هينفع تعملها. هنا بقى بيتفوق البي سي في نقطة إنه يقدر يعمل أي حاجة وكل حاجة تانية في إطار طبعا الإمكانيات المتاحة ليه. يعني لو حابب تشتغل وورد بروسيسنج معاك، حابب تشتغل في المونتاج والحاجات الجميلة دي هو دايس. ده كمان هيستغل كل حاجة موجودة في الجهاز من كارت بروسيسور رامات SSD شاشة عشان يديك أحسن أداء ممكن داخل إطار إمكانياتك ومواصفاتك. فكتجربة كلية البي سي بيلعب في أكتر من حتة، عشان كده دايما بقول للناس اللي عاوزة تستغل جهاز موجود عندها للألعاب وعاوزة تشتغل عليه ما تفكرش إلا في البي سي ماستر ريس، لأن ده بكل سهولة هيقدر يفيدك في أكتر من حاجة على عكس الكونسول تماما، لأنه منصة ترفيهية لا أكتر ولا أقل، مستحيل يقدم لك كل المميزات دي. بس من باب الإنصاف عزيزي المشاهد عشان نعرف نقارن فعلا ما بين الاتنين، لازم نلاقي حاجة مشتركة بين الاتنين، حاجة الاتنين بيتنقروا عليها بشكل مستمر. فاحنا هنتكلم عن الألعاب على المنصتين لأن دي الحاجة الوحيدة المشتركة بين الاتنين هي ونتفليكس. احنا عاوزين نبقى حياديين لآخر الخريطة وحب بعض كده، بس أهم حاجة تبقى أنت كمان حيادي معايا للآخر. أهم حاجتين بالنسبة للمعظم في الألعاب هما الفريمات والكواليتي، أو خلينا نقول شكل اللعبة والسلاسة بتاعتها. كل ما تزيد الفريمات وكل ما تعلى الكواليتي كل ما بقت التجربة البصرية أحسن بالنسبة للمستخدم على مستوى الكونسولز وبالأخص البلاي ستيشن 5 عشان ده اللي أنا قدرت أجربه. وفي الحقيقة فرق التجربة ما بينه وما بين الإكس بوكس سيريس إكس مش هتكون الملموسة قوي للدرجة اللي تخلي نفس المقارنة دي ما تنطبقش على منصة مايكروسوفت، وكمان ويندوز من مايكروسوفت وإكس بوكس من مايكروسوفت فالاتنين واحد يعني اللي هنا هناك واللي هناك هنا. حاليا منصة زي بلاي ستيشن 5 بتقدم تجربة توصل ل 4K على 60 أو 30 فريم مع بعض الألعاب، ومع وجود بعض الكشور حاجات كده من على الوش بتاع المية من تقنية تتبع الأشعة، وحتة كشور دي يعني هشرحها لك بعدين. نفس المنصة برضو قادرة تقدم 60 أو 120 فريم بس مع بعض الألعاب برضو، ومع التخلص من كل الجماليات البصرية اللي بيقدمها الريتريسي. من الآخر بيتم عمل ما يعرف بالداونجريد للجرافيكس، بمعنى تاني إلغاء أي جرافيكس محتملة ممكن تجهد الهاردوير بتاع الكونسول عشان يعلي معدل الفريمات بتاعك فيبقى جرافيكس مقبول مع معدل فريمات مناسب. بس ما ننساش برضو ان في العاب كتيرة هتيجي بمعدلات فريمات اقل من اللي قلنا عليها من شوية، سواء على نمط الاداء بتاع 120 فريم او نمط الجودة بتاع 60 فريم. بس في جميع الحالات الكونسول قادر انه يوفر تجربة 4K واضحة وصريحة على عكس الاجيال اللي فاتت او الجيل اللي فات بالاخص. لكن بالنسبة للجرافيكس مع البي سي حتى الان ومع الاجيال الجديدة، دايما البي سي بيثبت قدرته على توفير افضل تفاصيل ممكنة في اي لعبة، حتى لو اللعبة دي كانت بورت من الكونسول زي ما حصل قبل كده، خصوصا من ناحية الاضاءة.
تقف، لان الري تريسنج اللي في اجهزه البي سي اللي بتيجي في كروت زي كروت الار تي اكس المهيمنه على السوق ده كاكثر حل حداثه وتقدما من اللي بتلاقيها في اجهزه الكونسول، بتبقى مشبعه اكتر بالتفاصيل واضحه وصريحه. وبعيدا عن الري تريسنج، لازالت الملامح والتفاصيل اللي في انسجه المودلز نفسها اوضح بشكل افضل ليك مع جهازك. حته الفريمات او السلاسه دي قصه تانية مع البي سي. البي سي بيتعامل مع الفريمات على انها فريمات ملهاش صاحب. لا مؤاخذه كده، الفريمات دي ملهاش صاحب، تلزمني. اعداداتك انت اللي بتستخدمها في الالعاب هي اللي بتحدد لك ده، ودي ميزه ما هياش عيب، وده لان مفيش حاجه مفروضه عليك باي شكل من الاشكال في البي سي. يعني مثلا لو انت مش مهتم بالري تريسنج وقفلت الموضوع ده، هتاخد فريمات اعلى. لكن لو حابب اننا نفتح الموضوع على البحر، فالجيل الحالي من كروت ال 3000 من انفيديا هيوفر على الاقل 130 فريم فما فوق على دقه 1080 بي، 100 فريم فما فوق على دقه عرض 1440 بي، 60 فريم فما فوق على دقه عرض 2160 بي. ده طبعا لما نفتح الاعدادات كمان على البحري. في نفس الوقت لو شغلت الري تريسنج مش هتنزل كتير، هيبقى الفرق من 20 فريم كمتوسط ل 30 كحد اقصى، بس مش هتنزل من 60 ل 30 او من 120 ل 30، وده بالتاكيد احسن من التجربه اللي بيقدمها الكونسول. في حته تانية من ضمن الجرافيكس والفيجوالز وهي دقه العرض. تعدد التجارب في البي سي رهيبه جدا، زي اللعب على الشاشات الالترا وايد. في معظم الالعاب الكبيره الشاشات دي بتحطك جوه تجربه استخدام واستمتاع مختلفه. انك تشغله على اكتر من شاشه في وقت واحد دي بتديك تعدديه للمهام بشكل غير طبيعي، بدقات كمان عرض مختلفه، وده لان البي سي بالفعل بيشغل اي شاشه باي دقه على عكس الكونسول اللي ما يعرفش غير 2 او 3، 720 بي اللي هو الاتش دي، الفول اتش دي اللي هو ال 1080 بي، او الفور كي اللي هو الالترا اتش دي او ال 2160، او بمعنى ادق تاني اسبكت ريشيو 16 لتسعة، وهو مش معترف باي حاجه تانية غير كده. يعني ال 1440 بي هو 16 لتسعة بس ما بيشغلوش. يعني من الاخر كده، مستحيل يبقى في اي وقت اي كونسول دلوقتي بيعدي التجربه الرسوميه والسلاسه بتاعه البي سي، حتى لو في احدث جيل من الكروت واحدث جيل من البروسيسورز. مشكله الكونسول انك هتفضل على الكونفيجريشنز دي لمده توصل من 7 ل 8 سنين. عندنا في البي سي كل سنه او سنتين بيحصل تطور في عمليه المعالجه للداتا او الجرافيكس، فما يقدرش جهاز بأي شكل من الأشكال متصمم إنه يقعد لمدة سنة أو 7 سنين مثلا بدون أي تغيير في الهاردوير الداخلي يجيب أداء جهاز ممكن تغير له قطعة تنطط الأداء للضعف تقريبا. بالتالي المطور مضطر ومجبر، إن لم يكن هو ده الحل الوحيد اللي قدامه، الحل الراديكالي الداونجريد للجرافيكس. عزيزي المشاهد، فكرة بقى إنك تدفع فلوس عشان تلعب أونلاين وأنت شاري اللعبة كاملة بفلوسك مش حاجة حلوة، خصوصا وإن إحنا دلوقتي على وشك إن إحنا نشوف تسعيرات جديدة الالعاب قريب جدا. فوجود اشتراك للالعاب اونلاين هو شيء الحقيقه غير مبرر بشكل كبير، ودي ازمه واضحه في الكونسولز سواء الاكس بوكس او البلاي ستيشن. ما نضحكش على بعض ونقول ان مش كل الناس بتلعب اونلاين. قصاد كل 5 العاب ستوري في على الاقل لعبه اونلاين في مكتبه الالعاب بتاعت معظم الناس. الناس غالبا لما بتيجي تشتري بلاي ستيشن اول حاجه بتشتريها لعبه زي فيفا عشان تلعب اونلاين او تلعب مع اصحابها، واللعبه دي هتفضل محتاجه اشتراك زي بلس او جولد من الشركه صاحبه المنصة. وطبعا كل شهر او 3 او 12 شهر انت بتضطر تدفع الاشتراك اياه عشان تعرف تلعب لعبة انت اوريدي دافع ثمنها بالكامل. على الناحية التانية في البي سي، هم بالفعل مؤمنين انك مش مضطر تدفع كل ده كل شوية عشان تلعب لعبة انت اصلا شاريها. البي سي بياخد النقطة دي برضو عشان انت بتدفع ثمن اللعبة كلها مرة واحدة وتاخد كل المزايا اللي موجودة جواها، مفيش اي احتياج لاي حاجة تانية عشان تتمتع باحسن تجربة، سواء كانت على منصة زي ستيم، ايبك، يو بلاي اللي بقت كونكت، او اوريجينز الله لا يعيدها ايام. بس عشان اكون حيادي، الموضوع ده ممل في حد ذاته. ده بالظبط عامل زي خدمات الاستريمنج، كل شويه تلاقي شركه عملت خدمه استريمنج خاصه بيها، اشتراكات هنا واشتراكات هنا واشتراكات هنا، كل اشتراكاتك بقت في كل منصه شويه، افلامك مسلسلاتك هنا شويه وهنا شويه، نروح بقى ليجي بيست. يعني البي سي فيه نفس الموضوع بس مختلف شويه، ويمكن تواجد منصات كتيره ده بيخلي فيه تنافس بينهم، بس لازالت هي ميزه مهمه. ليه ما يكونش فيه منصه فيها كل الالعاب؟ وهنا بقى البي اس او الاكس بوكس او المنصات بتاعت الكونسولز بشكل عام متفوقة في نقطة ان هو ده مفيش غيره قدامك، فمش محتاج تلف ولا تدور كتير. البي اس 5 او اي كونسول بشكل عام في ميزة متخفية بالنسبة للبعض وكأنها عيب، وهي فكرة الابجريدابيليتي او التحديث بشكل عام. ميزة اي كونسول انه اضرب واجري، هو كابل بيتركب ودراع ويتوصل، شكرا على كده. كل الالعاب هتشتغل على الجهاز بنفس الاداء تقريبا طول ما هي مدعومة من الشركة المطورة لحد ما تنتهي فترة عمر المنصة نفسها وما بقاش ليها العاب تاني. يعني ما
بتخشش في المعضلة بتاعة التحديث كل شوية وتقعد تقرف نفسك بيها. بس في نفس الوقت هو أداؤه هيفضل ثابت ومفيش إمكانية للحصول على تجربة أحسن من خلال تحديث الهاردوير بتاعه اللي أساسا كفكرة ما هيش أصلا موجودة. وهنا بقى يكسب البي سي كالعادة عليه وعلى اللابتوب من ناحية التحديث. فريماتك قلت، ارمي كارت يا عم ما تشغلش بالك، حاسس انه بطيء شوية ارمي جواه اس اس دي. هي ماشية كده في البي سي، كل ما تحس بالنقص اشبع رغباتك بس ادفع. بس خليك فاكر انك بتدفع في البي سي فلوس اكتر على المدى البعيد، حين انك بتشتري الكونسول مرة واحدة وشكرا على كده، مفيش حاجة تانية تتعمل. النقطة دي بقى هي النقطة اللي بيتفوق فيها الكونسول بشكل عام. اسهل حاجة في عالم الترفيه هو انك تتعامل مع الكونسول. مشاكل عالم اول، كهربتك، شاشتك، افتح الدراع، متوصل، سيديهاتك او نتك، ايهما اقرب بالنسبة لك، وارزع نفسك على الكنبة وشكرا على كده. نروح بقى للبي سي، انت محتاج ماوس، كيبورد، ماوس باد، سماعة، شاشة، الكهرباء عشان تعرف تستخدم الجهاز، محتاج تختار حاجات معينة لتجربة معينة لان انت عندك فرايتي كتيرة جدا وكبيرة، والفرايتي دي على حسب ميزانيتك عزيزي المشاهد. محتاج تخش في تفاصيل اكتر زي انك تعمل ابديت لكل لعبة عندك، تنزل ملفات معينة كانت ناقصة زي ملفات الدايركت اكس اللي بتلف وراها من ايام الدايركت اكس 9، حاجات كتير وتفاصيل كتير ما تخليش واحد زي او زيك يحب انه ينتخ على الكنبة بعد يوم طويل ولا ايه. بس في فئة معينة من الناس بتحب تتسحل مع التفاصيل دي زي كده. انا بحب اتعامل مع كل حاجة كنت شايفها زمان معقدة دلوقتي بقت متعة بالنسبة لي، متعة تركيب جهاز جديد واختيار كل قطعة من قطع الهاردوير اللي هنحتاجها قدام. دي حاجة في الحقيقة بتغسلني من جوه، شيء صعب في الاول بس بتحس انك جنيت سماره اول ما تدب اول مسمار في الكيسة وتدوس على زرار الباور لاول مرة وتنبهر بالار جي بي واللعبة اللي انت كنت قايل هلعبها مع التجميع اللي انا هشتريها. سهلت انك تعرف تشغل الجهاز بعد ما ركبته من الاول وجديد عشان نسيت تحط الاي او بانل، دي من اجمل لحظات الانتصار اللي ممكن تعصرها في حياتك، وده عشان البروسيس بتاعت البي سي بيلدينج نفسها بتحسسك انك جواها فعلا. لحد ما بعيدا كده عن المرحومة اللي خدت هيبتي السنة اللي فاتت وحطتها في الارض. بس هي سهلة حلوة الحقيقة للي عاوزها مش اكتر، ولا تحسب ميزة او عيب، بس حطها كده في خانة المزاج، زي مزاج انك ترزع نفسك على الكنبة وتلعب على الكونسول، في حين انك ممكن تقعد برضو على مكتب عادي وتلعب على الكونسول، ونفس الموضوع في البي سي لو جبت وايرلس كنترولر. هنالك نقطة من اقوى نقط الجدال لمالك المنصات ضد مالكي البي سي، حتى مالكي المنصات نفسهم بيتنمروا على بعض، الا وهي الحصريات. زي ما في حصريات للبلاي ستيشن 5 في حصريات للبي سي، وكمان حصريات البي سي هي حصريات الاكس بوكس عشان هما الاثنين نفس الحاجة. فدي نقطة لازم نذكرها ونكررها، وهي ليه اصلا في اكس بوكس. الفوارق بين الحصريات هنا وهناك ما يديش احقية كبيرة للبلاي ستيشن 5، ففكك من اللي يقولك ان اللعبة اكس كانت بتاريخ البي سي كله. يعني بص، هي الالعاب اذواق، يعني لو عاوزين الامانه حصريات البلاي ستيشن مش قليله لا مقاما ولا عددا. انا بكلمك في العاب بتحدد قوه جيل الكونسولز بالكامل، بكلمك في روائع ادبيه اكتر من كونها روائع في مجال الالعاب والجرافيك، تجربه كفيله جدا تخليك تشتري الكونسول عشانها هي مخصوص. جاد اوف وور، ذا لاست اوف اس، انشارتد، هورايزن زيرو دون الجديده والقديمه، انت متخيل كم المبيعات اللي جنتها شركه سوني لما نزلت لعبه هورايزن على البي سي؟ حققت ارقام مخيفه جدا، وده في مره من المرات شجع مجلس الاداره ان ممكن بسبب المبيعات اللي جنتها لعبه هورايزن على البي سي يبدا ينزل العاب اكتر واكتر من حصريات سوني على البي سي، بس البورت يكون كويس. ماشي، بس خليك فاكر ان 90% من الالعاب اللي على البلاي ستيشن موجوده على البي سي عادي جدا، وكل الالعاب اللي نزلت على البي سي متاحه للعب لوقتنا هذا. وده بياخدنا لمنطقه الباكورد كومباتيبلتي، لان مش كل اللعب اللي نزلت من الاجيال اللي فاتت من الكونسولز بتفضل شغاله على الكونسولز الجديده. البي سي الموضوع مختلف تماما، بتفضل شغاله لحد دلوقتي. انا كنت لسه بلعب من فتره سترونج هولد كروسيدر القديمه، وبلعب كمان اكستريم، الا بقى لو في مشاكل مع السيستم، دي حاجه تانية خالص، ده بسبب ان الشركه وقفت تطوير اللعبه على السيستمز الجديده، او ما فيش كومباتيبلتي ما بين الاثنين، دي قصه تانية خالص. من الاخر كده، لو انت عاوز احسن واقوى تجربه في الالعاب روح للبي سي، البي سي هيقدر يوفرها لك. البي سي هو صاحب اعلى اداء، ولكن سعره اعلى زي ما انت عارف، وما ينفعش نفوت النقطه دي. فلو معاك تمن الكونسول بس،
مفيش اكتر من كده. اياك تفكر انك تجيب بالفلوس دي بي سي جيمينج قوي عشان مش هتعرف ومش هتعرف تلعب. روح هات كونسول عشان سعره مقابل الاداء بتاعه. طبعا ما انتش مصدق ان انا اللي بقول كده. اللي انا بقوله ده هو الصح ودي الحقيقه، بس اللي بيوفره الكونسول هيبقى احسن بالنسبه لك لو هتشتريه بسعره الاصلي مش بال21 الف اللي بسمعها اليومين دول. مش معنى كده خلاص عزيزي المشاهد الكونسول كسب، لا، وجه المقارنه اصلا كميزانيه ده قصاد ده غلط. جنون اصلا فكره المقارنه بالشكل ده، لان ده هيرجعنا بقى من الاول بتاع الحلقه تاني، يعني اعيد من اول تاني. لكن لو انت عاوز ان يبقى عندك جهاز تقدر تعمل عليه كل حاجه حرفيا من شغل وترفيه وكل الكلام الجميل ده، فالبي سي هو اختيارك. وافتكر برضو انك ليك اليد العليا في تجربتك مع الجهاز بتاعك، وعلى قد احتياجاتك مد كاشاتك، لان في عالم البي سي ما ينفعش ترضى بالاقل الا لو استراتيجيتك فيها تغيير بعدين. لكن لو عاوز احسن تجربه ومعاك الميزانيه، انا بقول لك ممكن تجيب الاثنين عشان الحصريات والسهوله اللي بيقدمها البلاي ستيشن، خصوصا لو انت اكتر من فرد جيمر في البيت وعاوزين تجربه فريده من نوعها في نفس الوقت اللي معاكوا جهاز بي سي قوي جدا بيديك اداء احسن بكتير وتقدروا تعملوا عليه كل حاجه تانية وتجربه احسن من الكونسول. الحقيقه ان مفيش حد احسن من حد، ده ليه ناسه وده ليه ناسه. انا بقول لك كافيه هات الاثنين لو تقدر، لو تقدر هات الاثنين، بس مش هتقدر. بص على استخدامك انت الاول، بص على انت محتاج ايه وعاوز ايه. سيبك من الشعارات الكذابه، البي سي هيفضل هو الماستر ريس غصب عن اي حد عن اي جهاز. الكونسول هيفضل الاختيار الجوهري لكل واحد عاوز يريح نفسه من الفرايتي والوجع الدماغ والكومباتيبلتي. وعلى العموم دي ما هياش اول ولا اخر مقارنه، اكيد هنقارن حاجات بحاجات تانية، مش لازم بي سي قصاد كونسول، ممكن بروسيسور قصاد بروسيسور، شركه قصاد شركه. حلقه جايه لو عملت سبسكرايب، حلقه فاتت تشوفها من هنا، لايك وشير رايك تحت في التعليقات، واشوفك في الحلقه الجايه.